كما كتشوفوا اخواني متتبعين جريده سويسلاند نيوز، اليوم 4 شهر 8 لافوار عامر، السلطه فشلت بجميع المقاييس، ما تيهضر معاهم حتى واحد، ماشي فشلت ما تيجيوش لهنا كاع، كاين شي لغز تما ما عرفناش، شي تيوب ديال العامل، شي تيقول لك هذاك مولاه فلان، شي واحد تيقول لك القصر، الله اعلم شكون هو. المهم انتم كتشوفوا لافار لا كمامه، ما كاينش كاع جميع التدابير الاحترازيه ما كايناش. تنقلوا لكم الخبر بالصوت والصوره، وهذا تحذير. دابا الساعات تشير الى 9، قل القسمين بالضبط، كنصوروا لكم هنا، وغادي نعاودوا ان شاء الله نطلعوا للفوق باش نصوروا لكم الاجواء ديال لافوار بمدينه مكناس. تشوفوا الواقع بالصوت وبالصوره. اليوم طلعنا دابا عاوتاني للفوق باش نجيبوا لكم صور. كما كتشوفوا لافوار عامر، الله يحسن العوان، كاين ناس هنا قرابين للمنطقه تيجيو كيتنزهوا، كيجلسوا مسكين في داك الخضوريه، تيسمعوا الموسيقى، كيشوفوا الغادي جاي، الله يحسن العوان، كتعرفوا السكن. وغندوز للزميل ديالي باش يكمل. خويا صابر، حنا كما تشوف حنا اليوم حنا الساعة 9 قل 5 دقائق، ولافوار عامر بواحد الشكل اللي هو سيدنا كما قلتي ان حاليا الساعة 9 قل 5 دقائق، حاليا كل التقدير لرجال الامن، فرجال الامن تيقوموا حاليا انهم تيعطوا صفارات الانذار باش ان المواطنين ان يحاولوا انهم يغادروا المكان، لان قريبة الساعة 9 لانه واحد ارتجوال، لان سيدنا امر بان حضرة التجوال يكون الا على الحالات الاستثنائيه. حاليا خويا صابر ان الساعه 9 قل جوج دقائق او 4 دقائق، ولكن كما تنشوفوا الفار الا الامن الوطني حاليا فهو تنشوفوا السفاره انهم امروا بالناس انهم يحيدوا يخويوا المكان بسرعه، لان قربات الساعه 9 باش ان حضرة التجوال صار ينفذ. الا بما كالسعاده ديال الله، دابا كما كتشوفوا يلاه رجال السيارات ديال رجال الامن هي اللي كتعطي صفارات الانذار في غياب تام السلطه المحليه، ما كاين حتى شي واحد، باش نكونوا واضحين، اللي خدام خدام واللي ما خدامش راه ما خدامش. الاخوان ديالي رجال الامن بالسياره ديالهم تيعطيو صفارات الانذار في غياب تام كما تنقولوا السلطه المحليه، الناس مازال عامره بوحدهم خدامين، غير الامن اللي خدام.